دي كيش او بولي ايبينار. الوغ اليوم راح ندير وصفه خفيفه ظريفه ان شاء الله. فيديو تاعي يلقاكم كامل بخير. الوغ راح نديرو دي كيش بالسلق وبالبولي اشي. ابخي نتوما ديروا واش تحبوا. شوفوا هنا كانت عندي طلبيه درتها معكم، طلبيه كونتيتي صغيره قلت نديرها معكم، درت غير الطلبرك باش تشوفوا نتوما شحال تخرج لكم او ميم طون تشوفوا هكا ديكور خفيف ظريف. الوغ ندوزو المقادير. بسم الله، واش نسحقوا في الوصفه تاعنا؟ عندنا لاباط بريزي. شوفوا هنا درت لي كيش بالفرماج من الفوق والاخرين شبعتهم، درت دو موديل. الوغ نسحقوا في المقادير تاعنا. رطل تاع لا فارين 250 غرام دو بور اي انف. ونطموها بالماء يكون بارد. دونك كما رانا في الشتاء دونك الماء ملعين يكون بارد، يعني ماشي لازم فريجيدار، مي سينو كي نكونوا في الصيف ديروا الماء من الفريجيدار داكور، يكون بارد بيان. الوغ نعاود لكم، عندنا هنا 500 غرام تاع الفارينه، 500 غرام دو فارين، نحطوا معاها 250 غرام دو بور. شوفوا اللي ما عندهاش ميزان يعني تقدروا هنا تخدموا. شوفوا بطاطس بدا تقسموها على 4 وباكي فارينه تشدوا بيدكم على زوج ابيبري. دونك فوالا، مي مليح الميزان يكون في الدار مليح. الوغ عندنا هنا 250 غرام تاع الزبده، نديروهم ونزيدوا 10 غرامات تاع الملح اللي هي ما يعادل مغرفه صغيره تاع قهوه صغيره، كفيه كافي. وعندنا حبه بيض، نحطوا لاباري تاعنا هذا يترمل، نخدموا بالكام ونحطوه هنا في الغبو تاعنا حتى تولي الزبده تدخل في الفارينه تولي شغل مرمله هكا. ميم الا خدمتو بيدكم دخلوا مليح الزبده في الفارينه حتى تولي هكا اون بات سابلي. ابخي نزيدو لها انف هذاك تاعنا البيضه تاعنا ونزيدو لها شويه، ما نبقاو نطمو بالماء بالعقل بالعقل. حاولوا انه لاباط تاعكم ما تخدموهاش بزاف في الغبو باش ما توليناش الاستيكي هكا، نسحقوها احنا مفته. وتاني سيو ما ديرولهاش بزاف الماء باش تبقى مبسه. فوالا احنا هنايا نشوف هنايا مخصوصه شويه برك تاع الماء، نزيد لها قطره ما الماء، ديروا غير بشويه اللي خاف تغلب هاي دها دير بالبوشون تاع القرعه بالبوشون. شوفوا لا بالمغرفه باش ما تغلبكمش، باسكو لا غلبتكم في الماء ومن بعد صعيب باش نصلحوها. الوغ هنا هاي لاباط تاعي واجده، نكمل نطمها بيدي، ما حبيتش نخليها تضر بزاف الغوبو كي على بالي خلاص، ما حبيتش نخليها تضر في الغوبو بزاف، نكمل نطملها نطمها باردون بيدي. دونك فوالا هنا نحي كاع ديكلي في الكا تاعي، نطم كاع العجينه ونطمها برك بلا ما نعجنها. شوفوا ليكيب بلا ما نعجنها ندخل برك هذاك الماء مليح البيض منا، ندخلها ندخلهم كامل برك هكا بيدي ونخليها تريح 2 مينوت برك. هذا ما كان ماشي لازم تريحها 2 مينوت قيس ما نفرز الحاله، ما نحبش نخلي الماء المسخن معايا. راح نغسل هذاك الطاس ونجيب معايا لي مول تاعي هنا، نجيب اللي تحب تخدم بلو غولو تخدم، واللي تحب تخدم هكا كيما راني ندير تخدم. شوفوا كم حنا نخدموا لي كونتيتي دونك والفنا هكا طك 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 طك، يعني تخدموا غير بيدكم هكا. ابخي تحبوا تخدموا بالغلو بيان سور، تاخذوا عجينه صغيره وتحلوها قيس لو مول تاعكم و فو لونفونسي. تحبوا تفتحوا ان غروند بات وتقطعوا دويرات هكا بلون بورت بيس، تقطعوا دوائر وديروهم في الاخر في لي مول تاعكم اوسي سي فيزابل، دونك يا با دو سوسي. الوغ نجوز نخدم كاع لاباط تاعي دو لا ميم فاصون، حنا هكا نخدموا لي كونتيتي. فوالا كملوا بنفس الطريقه تخدموهم كاع وتقبوهم وتحطوهم يبردوا وتطيبوهم. هنا للامانه طيبتهم قبالة، ما كانش عندي الوقت كنت مزروبه طيبتهم قبالة. مي سينون نتوما شوفوا هذه لاباط لي قعدت لي، حبيت نديرها هكا دويرات صغيره، نحب ناكلهم بلا كريم وفرماج كطيب. هنا عندي السلق اللي كان مغلي بيان شور، تحبوا تغلو تحبوا تفورو، دوك كل وحده طريقتها في السلق كيفاش تخدمو. انا نغليه برك هكا ومن بعد كي نحيه نصفيه نخليه يقطر مليح، نحطوه هنايا ينشف فوق النار، نديرو شويه زبده شويه ملح شويه فلفل الكحل، ومن بعد كي ينشف مليح يشرب كاع الماء تاعو كاع يتبخر، نديرو شويه تاع لاكريم ليكيد، لاكريم فخاش اللي حبيتو ما اللي عندكم ديرو ما يهمش. وهذه تاني ما تحبوا ما ديروهاش ما ديروهاش، انا درتها باش نحب الحشو تاعي يبقى رطب ويبقى مشمخ لداخل. دونك تحبوا ما ديروهاش ما ديروهاش، فونيت با اوبليجي ديروا هاد لا كريم فريش يا اخي. نحوها نخلوها دو كوتي، نجيبوا البصل اللي هي حبه بصل كبيره قطعتها مربعات صغار، ما حبيتش نرحيها في الاشوا حبيت نقطعها، نخلوها تدبال. كي تدبال نديروا شويه ملح شويه فلفل كحل ون تحبوا ديروا سنينه ثوم ديروا، انا درت ثوم بودغ ما كاش عندي يعني ماشي عجزت نطلع نجيب درت توم بودغ ودرت البولي اشي. ابخي ديروا البولي اشي على حساب، انا هنا كنت شريت قيس 30000 بولي اشي، درت شويه ومن بعد درتو كامل شفتو مع البصل باش يجي سواسوا، درتو كامل شويه ملح شويه فلفل كحل ونخلوه حتى يطيب ينشف مليح. نجوزو نديرو كريمه الجبن تاعنا لا كريم او فرماج رابيد بالخف هكا برك. الوغ واش نسحقو في لا كريم؟ نسحقو تاعنا لا كريم تاعنا زوج كيسان حليب دو فير دو لي اونتي، نزيدو عليهم 4 كويير دو مايزينا 4 مغارف تاع لا مايزينا، ما يكونوش معمرين بيان يكونوا نورمال هكا اغا سي اون فو دي كويير غازي هكا، ما نديرولهم ما نعمرهمش بزاف. 4 مغارف مايزينا شويه ملح شويه فلفل كحل وزوج حبات بيض، نزيدو 2 زو اونتي
ونحطوها فوق النار حتى تتقال الكريمه تاعنا. نعاودو نجيبوها، كي تجيبوها تحبوا تخدموها بالباتور باش يروحوا لها الحبيبات تحبوا تخلوها، وزيدوا لها شويه تاع الفرماج بلون ولا فرماج غابي ولا فرماج سلايز، هذاك تاع لي تشيز اللي يجي هكا. اي فوالا مغرفه زبده، نسيت ما قلتلكمش، زيدوا مغرفه زبده. تحبوا زبده ديروها قبل ما تطيب ولا كي طيب، كيف كيف. هنا طابت لاكريم تاعي، الكريمه طابت لاكريم تاعي تقالت، زدت لها هنايا فرماج بلون. نتوما ديروا واش تحبوا يا اخي، ديروا واش تحبوا ونخلوها تبرد دو كوتي. نعم وشحال جبنينه، انا ناكل بها هذوك الصبيعات اللي درتهم ناكل بها لاكريم. عندي هنا البولي تاعي، طيب هنايا طيبتهم ابلون، طيبتهم ابلون ابلون، معناتها طيبوهم نص طياب. فوالا طيبوهم نص طياب، يعني ابان مازال ما بداوش ملحقوش يحمروا، راهم طيبين نص طياب يا اخي. شوفوا هذوما هذوما مطرقات صغيرين، نديرهم انا جينيرالمون لبنتي وناكل معاها هاكا. تشوفوا هاد البلاستيكات هادو، هذوما تاع البوراك اللي يجوا في وسط البوراك، انا ما نرميهمش توجور، نخبيهم، نفتح فيهم لي صابلي، نفتح فيهم لا باتويز، نفتح فيهم نغطي بهم كيما حاجات كيما هكا، نستعملهم بعد نرميهم. الو هنايا خلاص طريقه تشرح نفسها، نخلطوا السلق مع البولي مع لا كريم او فرماج. استعملت نص، يعني نتوما شوفوا لو كان تبعوني ديروا كاس برك هكا، انا باسكو مازلت عندي طلبيه واحده اخرى دونك خدمت زوج خطرات، مي نتوما ديروا كاس حليب برك، يعني كاس حليب، زوج مغارف مايزينا، حبه بيض، وهكا نص مغرفه تاع زبده، ملح فلفل الكحل، خلطوا مليح مليح هكا، طيبوا كاس حليب خير وخير تكفيكم. باسكو انا كانوا عندي زوج طلبيات، هاي اللي قعدت لي، شوفوا اللي قعدت لي، درت لها ساشي ودرتها في خيجي دخلي تنسحقها، كي نكمل هذه الخدمه نزيد نخدم بها حاجه واحده اخرى. هاي ليك اللي كيش تاعهم ليك نعمرهم. دونك انا هنا كنا طيبناهم نص طياب، دونك انتوما شوفوا تحبوا تحكموا لي كيش كيما درتوا لاباط هكاك في ليمون وتعمروهم ديريكتومون بلاك خام وديروا الفرماج تحطوهم يطيبوا، تاني تيجيو بزاف بنان. بصح انايا ما نقدرشكم، حنا نخدموا بزاف ما نقدرش كل مره نقعد نغسل في ليمون، باسكو ليمون كي طيبوا فيهم بعد الفرماج يدوب يسيح على شغل لي كوتي كاع، لازم تغسلوهم، ما نقدرش نقعد نغسل 400 نمول ولا 500 نمول. دونك فهمتوني، الوغ نطيبهم نص طياب بعد نكمل نطيبهم هكا، الطريقه هذه تسهل عليا وليمون تاعي يبقى لاباس عليهم. الوغ هاي ليك خلاص هنايا راهم طابو، دخلتهم الكوشه، من الاول دخلهم الكوشه يقعدوا واحد 10 دقائق يطيبوا ابلون ولا حتى ربع ساعه، ومن بعد كي تشوفوهم بداو يحمروا نحوهم، نحو ليمول، عمروا لافاس تاعكم فرماج زيتون، ديروا واش تحبوا مايس، ديروا واش تحبوا، ورجعوهم يطيبوا يزيدوا واحد 10 مينوت حتى الان كاردو، تما طيابهم كلش واحد نص ساعه اونتر 20 اي 30 مينوت هكا. هاوليك الشكل تاعهم النهائي، يجوا بزاف شابين بزاف كيوت هكا، ابخي ديكور بيان سور يبقى اختياري. لي شيبس هادوما كنت شريت قيس وقيل 10000، 10000 لقيتهم يتباعوا كما الحين في البيدون، يتباعوا في لي عند اليمونطاسيون تلقاوهم، عند اللي يبيعوا المكسرات تلقاوهم، يتباعوا بارتو. شوفوا يجوا بزاف بنان هادوما لداخل، يجوا خفاف، يجوا ملاح وفوالا وخفاف، ضرفت وجدوهم بالخف. وهادوما لي كيش هادوما الدوزيام اللي درتهم، درت لهم من الفوق غير شيدار برك. شوفوا الفرماج اللي استعملتو شيدار، انا نخدم غير بالشيدار في لي صالي تاعي، ابخي شيدار بروميي شوا، يعني لو فري شيدار، ابخي كل واحد يستعمل واش يحب بيان سور على المقدور تاعو. كاين تاني واحد اخر يتباع هكا تاع فيت في لا مارك فيت في، تاني تيجي شغل بوله تاع كاشير بزاف بنين. ونقولكم سلام.